خير يا خليل بيوم؟ خير ان شاء الله. بقى انا يا سيدي قلبت الموضوع في دماغي، قلت بدل ما اعمل الفرح هنا في السرايا والسرايا تتبهدل هعمله في فندق. والمطلوب يعني مش فاهم. والحاجة ترجع العربون. عربون ايه اللي يرجع يا فندم؟ اللي انت لسه واخده يا خليل بيه، وانا خدته وحطيته في جيبي، وانا عربنت بيه الفرقه وبتاع الفراش. يعني انت كنت لحقت؟ اه طبعا لازم احجز معاه، ده احنا في سيزون، ده كويس قوي ان لقيتهم فاضيين. خلاص يا اخويا احنا لسه فيه، قول لهم الراجل غير المكان وهيعملوا في فندق. يا خليل بيه مفيش عربون بيرجع طالما الزبون هو اللي رجع في كلامه. يعني ايه؟ عايز تلهف العربون؟ طب ما تيجي نوسطنها عشان محدش يزعل. ودي تتوسطن ازاي يا فنان؟ تعمل فرحك في الفندق اللي انا بشتغل فيه، وليك عليا يا فندم اجيب لك تخفيض اكبر بكتير من العربون اللي انت دفعته ده. وده فندق بقى كبير ولا فندق اي كلام؟ ده فندق 5 نجوم، ده من اكبر الفنادق في مصر كلها. عايز اقول لك يا فندم، من اسبوعين كان وزير الرايه عندنا كان بيعمل فرح بنته، جاب بقى مين يغني؟ عمرو دياب وايهاب توفيق وعلي حماده بتاع لولاكي. يا سلام. اه والله. اذا كان كده ماشي. واسمه ايه بقى الفندق ده؟